أحمد السعدني. موهبة فنية كبيرة، فقد ولد ونشأ في بيت فني، ولكن لم يعتمد عليه كثيرا، بل لم يسير في طريق الفن إلا بعد تأكده أنه أهل له. تواجده على الساحة الفنية كان من أجل الفن فقط. ظهر على الساحة الفنية في الآونة الأخيرة بخبر محزن ومؤسف، وهو موت طليقته، وأحدثت تصريحاته موجة من الغضب من ناحية وتعاطف معه من ناحية أخرى، وأصبحت أخباره حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كانت بعيدة تماما عن الأضواء والقيل والقال. كل هذا وأكثر سنتعرف عليه من خلال التقرير التالي، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولد أحمد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني في 16 يوليو عام 1979 في القاهرة، وهو الابن الأكبر للفنان صلاح السعدني. نشأ في وسط فني، مما غرز بداخله حب الفن والتمثيل، ولكنه في بادئ الأمر اتجه لكلية التجارة وتخرج منها. وعندما تأكد من نيته نحو الفن، اتجه لدراسة التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، وظهر مع والده في الجزء الخامس لمسلسل ليالي الحلمية ككومبارس صامت. وعن ذلك كتب قائلا: معلومة محدش يعرفها، أنا ظهرت في آخر جزء، في آخر حلقة، في آخر مشهد، أيوة يا فندم، أنا البرص اللي ساند سليمان غانم. وظهر أحمد السعدني في هذا الدور صامتا، ثم لعب دورا صغيرا في مسلسل سنوات الشقاء والحب عام 1997، وذلك أثناء دراسته. بعد هذا المسلسل توقف عن التمثيل لاستكمال دراسته، وعاد إلى التمثيل مرة أخرى من خلال مشاركته في مسلسل رجل في زمن العولمة مع صلاح السعدني وسماح أنور، ومن إخراج عصام الشماع عام 2002. بعد ذلك أصر على مفارقة والده ليشق طريقه بعيدا عنه، وقدم مجموعة من الأعمال التلفزيونية تمكن من خلالها من إثبات امتلاكه لموهبة فنية حقيقية، وحقق انتشارا واسعا على مستوى الدراما التلفزيونية، فقد حقق شهرته ونجاحه على الشاشة الفضية والتي فاقت شهرته على شاشة السينما. وتعد مشاركة أحمد السعدني في الفيلم السينمائي مرجان أحمد مرجان أمام الفنان عادل إمام بمثابة علامة فارقة في مشواره الفني، منطلقا بعد ذلك في عالم السينما من خلال أدوار البطولة الجماعية ليحقق نجاحا تلو الآخر. فحضوره القوي وشخصيته الحاضرة جعلته يأتي ضمن مصاف النجوم الشباب ونجوم شباك التذاكر، فشارك بعده في العديد من الأعمال، منها مسلسل أحلامنا الحلوة، مسلسل مطعم تشي توتو، فيلم عمارة يعقوبيان، فيلم وش إجرام، مسلسل سكة الهلالي، مسلسل فرق توقيت، مسلسل أمر 14، مسلسل من أطلق الرصاص على هند علام، مسلسل حق مشروع، مسلسل كلمة حق، فيلم شعبان الفارس، فيلم أعز أصحاب، فيلم مقلب حرمية، مسلسل قضية صفية، مسرحية سكر هانم، فيلم الوتر، فيلم البرتيتا، مسلسل المنتقم، مسلسل خطوط حمراء، مسلسل ناجي عطا الله، فيلم ساعة ونص، فيلم المصلحة، مسلسل الكبريت الأحمر بأجزائه الأول والثاني، ومسلسل أفراح القبة. الكثير لا يعلم أن أحمد السعدني في بداية حياته العملية تدرب في صحيفة الدستور وعمل فيها لمدة عام كامل، ولكن جاء إغلاق صحيفة الدستور في إصدارها الأول ليحول مساره من الصحافة للعمل في التمثيل. كل ذلك وحياة أحمد السعدني تسير بشكل طبيعي جدا، ولكن حدث أمرا قلب حياته رأسا على عقب. دعونا في بدء الأمر نسلط الضوء على حياته الشخصية والتي كانت بعيدة عن الأضواء. فالفنان أحمد السعدني يسير على نهج والده صلاح السعدني في التكتم على أخبار العائلة والاحتفاظ بخصوصيتها، فقد كان متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، ولديه 2 من الأبناء عبد الله وياسين. وتعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة طليقته أمل سليمان التي تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة وللمرة الأولى.
قرر السعدني أن يتحدث عن حياته الشخصية، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود القصة إلى عام 2003 حينما التقى بأمل سليمان، حيث كاد أن يصدمها بسيارته ليقع في الحب من النظرة الأولى، وتزوجا سريعا وأنجبا طفلهما الأول، لتبدأ المشاكل بينهما، خاصة أنه شخص لا يتحمل المسؤولية كما قال عن نفسه، وتسببت المشاكل في أن تطلب أمل الطلاق أكثر من مرة. الطلاق الشفهي وقع بينهما 4 مرات في أول عام للزواج، إلا أن رجال الدين أكدوا لهما أن الطلاق له شروطه، وما قام به يندرج تحت بند لعب العيال وفق تعبيره. إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، حيث تعمد بعدها أن يطبق شروط الطلاق ليقع الانفصال الأول بينهما ويعيش بعدها حياته، لكنه لم يشعر بالراحة، ليعود إلى بعضهما مرة أخرى وينجب طفلهما الثاني، لتعود المشاكل من جديد. استسلم أحمد السعدني للجانب الأناني بداخله وانفصل، ولم يشعر بالراحة بعدها، وكان يرغب في العودة إليها، وكان يخبر نفسه أنه سيعود في الوقت المناسب حينما يبلغ سنا معينة يتحمل فيها المسؤولية، لكن الوقت لم يسعه، حيث توفيت بعد 1 ساعة من اتصال هاتفي جمعهما، ولم تكن تشعر بأي متاعب صحية غير أنها كانت تعاني من الضغط فقط. وتحدث السعدني عنها قائلا: ماتت ومشيت وقررت تسيبني للأبد، كنت فاكرها تستناني ومتأكد من ده، مستحيل تحب حد غيري، ما جاش في بالي إنها ممكن تموت دلوقتي صغيرة. لافتا إلى كونها توفيت وتركت له الطفلين والندم، ووجه السعدني وعدا إلى أبنائه بكونه استوعب الدرس، للأسف متأخرا بعد أن حرم منها، وسيكون على قدر المسؤولية، واصفا إياها بكونها حبيبة عمره الوحيدة. وانقسم العديد من الناس حول تصريحاته، فمنهم من يحمل مشاعر الحزن على فقدانه حبيبته، ومنهم من يتهمه بالأنانية وعدم تحمل المسؤولية. وأنت عزيزي المشاهد، مع أي طرف من هذه الأطراف؟